واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. العلماء أغلب المفسرين تحدثوا في اسم القرية، منهم من قال أنطاكية بلدة من بلاد الروم، ومنهم من قال أنها ليست أنطاكية. وإذ جاءها المرسلون ثلاثة رسل. العلماء علماء التفسير اختلفوا، هل هم رسل أرسلهم المسيح فهم رسل المسيح عليه السلام إلى هذه القرية، أم أنهم رسل الله؟ طبعا مع إجلالي واحترامي وإعزازي وإكباري، وأن تراب أقدام هؤلاء العلماء تصلح كحلا لعيوننا، لكن ما استفدنا من هذا الخلاف شيء، وتركوا مقصود القصة وأخذوا يثبتوا هل هي أنطاكية ولا لا، وهل هم رسل المسيح ولا غير رسل المسيح. طب القرآن الكريم ليست هذه طريقته، القرآن الكريم لو كان عايز يذكر اسم القرية كان ذكرها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم فيها يعني، فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض ايه؟ ببعض البقرة اللي ذبحوها وما كانوا يفعلون. يجي بقى اللي مش عايزين يركزوا معانا على الدرس، اضربوه ببعضها بايه؟ بالديل، ضربوها بالزند، ضربوها بالورك، هو ده المقصود؟ ولا المقصود انك انت تاخد الدروس؟ القرآن لا يقف. عمرك سمعت القرآن حد التاريخ انه في يوم كذا حدث كذا، وانه في بلدة كذا حدث كذا؟ لا يوجد هذا في القرآن البتة، لان القرآن ليس كتاب تاريخ، القرآن تنزيل من حكيم حميد لهداية الناس، للأخذ بأيديهم، لأخذ العظة والعبرة، دستور حياة، فما يهتمش، فمش مقصود ومش مراد، لن يفرق في مقصد القرآن الكريم من قص القصة أن كانت أنطاكية أو غيرها.